حذف طاقة التمويل لخمسة مليون مواطن، والفئة دي هتدفع غرامة 7% لو اتأخرت عن سداد الكهرباء. ايه الحكاية وامتى الحكومة ترفع الدعم عن الفاتورة؟ خليك معانا واحنا نقولك ايه الحكاية. الحكومة بدأت تنفذ خطة جديدة علشان تمنع الناس اللي بتسرق التيار الكهربائي بنظام الممارسة، وده لأنهم بيعملوا غلطة عواقبها كبيرة، ولو اتثبتت عليهم هيتعمل لهم محضر سرقة تيار كهربائي، والتصالح فيه بيكون مقابل دفع المبلغ المطلوب أو ضبطهم من خلال رجال الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء. يعني من الآخر، يا إما الدفع يا الحبس، وده للمواطنين اللي قدموا على العداد الكودي واتثبتت عليهم السرقة. يعني أنا لو عندي عداد هيتعمل لي برضو المحضر. أيوة يا سيدي، لو عندك العداد واتثبت إنك لعبت فيه وبتسرق الكهرباء يبقى أنت مخالف ولازم تدفع الغرامة. والمفاجأة الأكبر إن الحكومة قررت تحذف المخالفين من بطايق التموين، وده اللي أكده مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة في تصريحات لموقع صدى البلد، وقال إنه عدد اللي هيتم حذفهم من بطاقة التموين تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء هيوصل لخمسة مليون مواطن، وإن عدد اللي قدم على العداد الكودي من المباني المخالفة قرب على 4,500,000 مواطن، وفي ناس كتيرة جداً اتعمل ليها محاضر لسرقة الكهرباء، ودول سواء كان عندهم عداد قانوني أو لا. والمصدر أكد إن عدد سارقي الكهرباء وصلوا لخمسة مليون مواطن، وأي واحد فيهم عنده بطاقة تموينية هتتحذف من وزارة التموين مباشرة، وده بعد ما وزارة الكهرباء هتسلم كشف بأساميهم لوزارة التموين، وده اللي حصل فعلا اليومين دول. والمصدر قال إن شركات الكهرباء بالفعل انتهت من تسليم وزارة التموين كشوفات بأسماء 500,000 مواطن، وده كمرحلة أولى علشان يتم رفعهم من دعم السلع وكمان حذف بطاقة التموين بتاعتهم. هتقولي ما هم قدموا على العداد، ليه اسمهم يروح الكشف؟ هقولك يا سيدي، الناس دي بالفعل اتعمل لها محضر سرقة، وحاليا مضطرين للتصالح والتقديم على العداد الكودي، وده مش معناه انهم مش مخطئين، وعلشان كده الحكومة هتبدأ تتخذ معاهم اجراءات زي حذف بطايقهم من التموين. وحسب مصادر لصدى البلد، فضمن الإجراءات إن الناس دي مش هتتحاسب زي الناس العادية ما بتتحاسب على أسعار شرايح الكهرباء. من الآخر مش هيكون ليهم دعم، وجهاز مرافق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر ليهم قرار علشان يلغي ليهم نظام الشرايح من العداد الكودي اللي تركب على العقارات والوحدات المخالفة، وبيتحاسبوا بتعريفة موحدة بسعر 214 قرش لكل كيلو وات في الساعة، وده أصلاً سعر التكلفة الطبيعي، وبرضه هيدفعوا تكلفة العداد والتوصيل بتاعه بالتكلفة الفعلية بدون أي دعم من الدولة. مش بس كده، دول كمان بيسددوا قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه محسوب بأعلى شريحة محاسبة موجودة دلوقتي. وعموماً أي حد هيتأخر عن دفع فاتورة الكهرباء هيدفع غرامة 7% حسب موقع مصراوي، والتأخير بيكون لمدة 30 يوم من تاريخ الفاتورة. ولو بتسأل إمتى الدعم عموماً هيترفع عن شرايح الكهرباء، فالمستشار محمد الحمصاني جاوب على السؤال ده في بيان رسمي نشره موقع مصراوي، وقال إنه خلال 4 سنين هيتم رفع الدعم بالكامل بشكل تدريجي. قل لنا رأيك في اللي بتعمله الحكومة علشان تمنع استمرار السرقة اللي بتحصل في الكهرباء.